بمكان غني عن التعريف، العبادي للعطورات. طبعا هذول ما شاء الله تبارك الله لهم الان اكثر من 25 سنه شغلهم فقط في الماركات العالميه الاصليه. هذا المكان نجح النجاح القوي والمبهر انه قدر يجيب الينا اسعار خياليه. دائما اقل اسعار العطور تلقونها وين؟ تلقونها عند العبادي. وشوفوا هالتنوع اللي موجود عندهم. انا اعرف هالاعلان بيعمل زحمه يا دنيا زحمه. نبدا معاكم بهذا القسم عروض خاصه. طبعا هذه العروض لنهايه شهر رمضان او حتى نفاذ الكميه. انا اقول الحق او ما تلحق لانه فرصه شراء. معاكم بعطر موفي، طبعا هذا من ماركت بوس، ينباع عادة برا 200-220 وعند العبادي العرض ب 140 ريال. وتحطيم الأسعار، كوتش دريم عادة ينباع بكم هذا يا جماعة؟ 380-400 ريال، عند العبادي يا حبيبي ب 180 ريال. هذا كوتش سانسيت يا جماعة. أنا أبغاكم الآن العطر اللي أصوره تشوفوه سعره في المواقع بكم، تلاقوه في المتاجر بكم، وهذا ب 170 ريال وضمان إن العطورات كلها عطورات أصلية. خذ العطر إذا مو أصلي تعال ورجع يعطوك قيمته دبل مرتين، 170 ريال. هذا الكوتش نيويورك أورجينال يا حبيبي، كل العطورات أصلية ب 170 ريال. وشوفوا سعره كم. البوس فيم سابقا 200 ريال وحاليا 140 ريال. أنا أقول فرصة اللي يبغى عطر، اللي يبغى يهدي لا تتعدى العطر. ندخل على العطورات الرجالية. تخيلوا معي يا جماعة، هذا كوتش نيويورك، هذا يا جماعة عادة ينباع بكم؟ 350-400 ريال. تحطيم الأسعار عند العبادي ب 170 ريال بس. خطير. على هالعروض القوية ما أتوقع الواحد يجي ياخذ بس علبة. دنهل 120 ريال. وهذا دنهل لندن. كم سعره هذا يا جماعة؟ كم ينباع؟ عند العبادي الآن ب 150 ريال وكلها مضمونة. ب 150 ريال، الحق أو ما تلحق. نفس الشيء هذا ب 150 ريال. وهذا اللي كوست 160 ريال. لاكوست الانتنسنس 150 ريال. بلانك الاكسبلورر، لا لا لا، ما انا بصراحه ما اقدر اسوي سكيب لمثل هذا الاعلان. صعب 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 جدا ب 170 ريال، شيء خطير. مونت بلانك سعر 150 ريال. بنات البوشرن هذا العطر النسائي القوي كم تلقونه برا؟ 300-320. عند العبادي الآن ب 150 ريال بس. عشاق هذا العطر الجميل، طبعا هذا من عطورات النيش، من أشهر العطورات، الميمو. حاليا عليهم عرض جميع الأنواع، راح تكون الحبة بكم؟ ب 500 ريال فقط. تجمع الماركات العالمية الأصلية في العطورات تحت سقف واحد، أحدث المنتجات تنزل عندهم. من جد يا جماعة شيء عجيب العبادي، وأقل الأسعار، دائما أقل الأسعار. كارتير، سوفاج، شانل، مليون، ما شاء الله تبارك الله. دولشيت آند جابانا، إيش ما يخطر ببالك تلقى موجود عنده. طبعا المعرض مرة ضخم، صعب جدا إن احنا نغطيه. الأطقم، عندكم مناسبة إهداء، أي مناسبة عندكم لا تتعدوا العبادي. أطقم صغيرة، أطقم كبيرة، وبأقل الأسعار. شوفوا يا جماعة من هنا إلين الآخر. على فكرة يا جماعة العبادي فقط هذا فرعهم الوحيد، ما عندهم أي فرع آخر. حلو، معظم الماركات العالمية يجي معاهم الأكياس وعليهم اللوجو حق البراند. دولشيت آند جابانا، عندكم جيفنشي، ديور، الكارتير، الشانل، يجي معاهم. يعني شيء فخم يا جماعة. منتجات العناية، هذه المجموعة يا جماعة تحدي الأسعار، يضمنوا لك في هذه المجموعة أقل السعر. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية. هذا موقع العبادي موجود بحي الشاطي شارع الرياض قبل القطيف سيتي مول. تابعوا حسابهم بالإنستغرام، دائما عندهم عروض قوية، عندهم دائما مفاجآت.